جوشوا مرتضى هذا ثالث نهار من بطولة العالم للهواة تحت الـ IMMAF وثالث فوز لإلك وانتقالك للنصف النهائي، خبرنا شوي عن هالثلاث أيام. أول نهار كان عندي فايت ضد شخص من هنا، كانت خلال قدرت خلصها فيرست راوند تي كي او، كان حسيته انه it was an easy fight، كنت كثير محضر له و everything went as planned. تاني نهار طلع عندي فايت ضد حدا من نورثن ايرلاند، كمان هيز ا توف جاي، درسته شوي قبل الفايت. كان صراحة هذا الشخص طالع باي أول وحدة، يعني ما لعب أول فايت، فات أكيد فات مرتاح شوي أكثر مني. رغم هذا الشيء أي كنترول موست أوف ذا فايت وقدرت جيب يونانيمس ديسيجن، كنت قريب بعدين بآخر جولة جيب تي كيو، بس كمان كنت خلال قدرت أربحها. أنا الديفيجن تبعي اتستاك فيها كثير عالم، سو كان عندي 5 فايتس، يعني إنه 3 فايتس أقدر أضمن ميدالية، واليوم كان عندي فايت ضد شخص من بولندا. Honestly, he's one of the toughest guys I've ever fought. كنت عارف يعني إنه هذا حيكون من أصعب أشخاص البطولة، وعلى أرجح إنه هو حيأخذ البطولة. هو كان هذيك السنة كمان كان عم بيلعب، وهي has many fights، يعني حضرت له صراحة حضرت له شي 6 fights أو 8 fights، وعنده شي 6 minutes highlight reel بالكيوكوشينكاي كاراتيه هيك. So صراحة it wasn't my best performance من ناحية تكنيك وهيك، لأنه he was very strong، قدر ياخذني يعني first two rounds he controlled most of them. بس في شغلة بقول لي إياها مدرب جيتسو تبعي، better trust what you know, trust your skills, trust your jiu-jitsu. And I snuck by with a good armbar آخر round that secured the fight. يعني صراحة كان عم بياخذ armbar وعم يعمل tap، مش عم صدق إنه عم يعمل tap، هيك ناطر الحكم. سو بس إجا شيلنا، كنت كثير مبسوط. So هلأ كده خلال أنا وعماد we secured 2 medals for Lebanon. هلأ بس بدنا ننقي لونهم، ولونهم بده يكون ذهبي. عرفتوا شي مين الأوبوننت تبعك أو تبع عماد؟ عماد عنده حدا USA. أنا صراحة بعد ما عرفت هلأ بدنا ننتظر خلصوا الفايتس تبعهم، بقدر أعرف مين بده يطلع لي next. So I have 2 more fights وهي has 2 more fights. يلا إن شاء الله الذهبية. Thank you. Okay.